السلام عليكم متابعينا، مرحبا بكم دائما على قناتكم سيارات اوكازيو المتخصصة في سيارات اوكازيو في الجزائر. في هذا الفيديو نرى اليوم كما العادة جمعنا مجموعة من السيارات المستعملة مع أرقام الهواتف المرفقة. أسعار السيارات اليوم تبدأ من 62 مليون حتى 145 مليون. قبل ما نبدأ في عرضها معكم في هذا الفيديو، نرجو منكم تضغط على الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم من عندنا كل جديد. وبدون طلع عليكم متابعينا، راح نبدأ في عرض هذه السيارات التي معنا في هذا الفيديو نرى اليوم، فابقوا معنا. السيارة الأولى في قائمة اليوم هي بيت فو اني 2012. هذه السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.068 حصان، لابوت فيتاس مانويال، طوموبيل ماشى 155 ألف كيلومتر. لاكات غريسا السيارة صافية. الطوموبيل فيها لاكليم لالار ميليفيتر إلكتريك. صاحب السيارة من باب الزوار ولاية الجزائر العاصمة، وسعر هذا البيت فو هو 80 مليون البريرا نيغوسيابل، أي بإمكانكم تجيبوا هذا الطوموبيل مبلغ أقل. محرك السيارة في حالة جيدة، لاسوسبونسو تاع الطوموبيل جيدة، وهذا البيت فو نضيفة. السيارة الثانية شيفرولي سبارك لايت اني 2013. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.068 حصان، لابوت فيتاس مانويال، الطوموبيل ماشي 187 ألف كيلومتر، لاكات غري صافية، والسيارة تحلاباز. صاحب الطوموبيل من ولاية باتنا، وسعر شيفرولي سبارك لايت هو 108 ملايين بري فيكسي. السيارة فيها صبيعة في الكابا النظافة، و 20 سنتيمتر في البواط كاس كوتي دروا. ما عدا ذلك الطوموبيل نظيفة. محرك السيارة في حالة جيدة، ولا سوسبونسو تاع السيارة جيدة. السيارة الثالثة فولكس فاجن جول اني 2006. هاد السيارة ديازل، قدرة المحرك 1.9، لابوت فيتاس مانويال، لون السيارة روج، ولاكات غريز صافية. صاحب الطوموبيل من أكبو ولاية بجاية، وسعر هذا الفولكس فاجن جول هو 62 مليون بري نيغوسيابل، أي بإمكانكم تجيبو هذه السيارة بمبلغ أقل. صاحب الطوموبيل يقبل يبرز. فيما يتعلق بالطول، الطوموبيل فيها الكابو ولا الكوش، ما عدا ذلك السيارة نظيفة. محرك الطوموبيل 10/10، ولا سوسبونسو تاع السيارة 10/10. السيارة الرابعة سيتروين سي كات كوبي اني 2009. الطوموبيل فرونساز او دو بورت. محرك السيارة ديازل، قدرة المحرك 1.6 110 حصان، لابوت فيتاس مانويال، السيارة مشتها 135 ألف كيلومتر، لون الطوموبيل روج ولاكات غريز صافية. السيارة توتوبسيون. صاحب الطوموبيل من ولاية سكيكدا، وراه مسمو فيها سيتروين سي كات كوبي 125 مليون. محرك السيارة امبيكابل، ومريفيزي لو 20 ماي 2021، ولا سوسبونسو تاع السيارة جيدة. السيارة الخامسة بيجو 206 بلس سنة 2012. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.475 حصان، لابوت فيتاس مانويال، السيارة ماشية 178 ألف كيلومتر، لاكات غريس صافية. الطوموبيل فيها لاكليم لابياس ديريكسيون سيستي ريفيتر إلكتريك. صاحب الطوموبيل من ولاية عنابة، وراه مسمو في هاد بيجو 206 بلس 97 مليون. محرك الطوموبيل في حالة جيدة، لا سوسبونسو تاع السيارة جيدة، وهاد 206 بلس نضيفة. السيارة السادسة سيتروين سيتروا اني 2013. هاد الطوموبيل ايسونس، قدرة المحرك 1.475 حصان، لابوت فيتاس مانويال، الطوموبيل ماشية 69 ألف كيلومتر، لاكات غري صافية. الطوموبيل فيها لاكليم ديريكسيو سيستي تروفيزور إلكتريكي ليفيتر إلكتريك. صاحب الطوموبيل من ولاية سعيدة، وراه مسموه فيها سيتروين سيتروا 145 مليون.
محرك السيارة امبيكابل، لا سوسبونس تاع الطوموبيل جيدة، وهاد سيتروا نقية. السيارة السابعة بيجو 207 فينا كان 2011. هاد السيارة ايسونس، قدرة المحرك 1.4 75 حصان، لابواد فيتاس مانويال، الطوموبيل ماشي 175 ألف كيلومتر، لا كاتيجوري صافية الطوموبيل توت اوبسيون. هاد السيارة بريمير ما صاحب الطوموبيل من باب الزوار ولاية الجزائر العاصمة راه مسمو فيها بيجو 207 فيناك 118 مليون. محرك السيارة في حالة جيدة، لا سوسبونس تاع الطوموبيل جيدة، هاد السيارة نقية. هكذا نكونو كملنا معكم كاع السيارات اللي معنا في فيديو اليوم. في الأخير ما تنساو ديرو جيم الفيديو، ديرو بارتاج، أرقام الهواتف تاع صحاب السيارات راه دينا لكم في صندوق الوصف كالعادة أسفل الفيديو. ما عليك سوى بالضغط على بعض المزيد على عنوان الفيديو وتظهر أمامكم صندوق الوصف في أرقام الهواتف. وأي ملتقى فيديوهات أخرى بحول الله حول السيارات المستعملة في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.